العتمة على الأبواب وكهرباء لبنان تستنشد مرة جديدة بكارادينيز تقرير نخل عظيمة أيها اللبنانيون صيف 2018 لهاب وسيناريو التعتيم قد يكون الأسوأ فالتغذية الكهربائية ستتراجع مبدئيا إلى حدود 10 ساعات يوميا والسبب ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة التي تتضاعف صيفا إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا في ظل محدودية حجم المبلغ المخصص للكهرباء في الموازنة على أساس كلفة 65 دولار لبرميل البترول كانت مؤسسة كهرباء لبنان بدها 1.8 مليار دولار كرمال تقدر تغطي كلفتهم اساسا المحروقات الدوله اللبنانيه ما انا قادره تعطيها هذا المبلغ اعطيتها 1.4 مليار دولار بس اليوم سعر برميل النفط صار 75 دولار يعني هذا المبلغ ما بقى يؤدي مؤسسه كهرباء لبنان لتعطي التغذيه 14 ساعه او 16 ساعه اليوم جايين عم بيقولوا صيف قوي ما هيك في طلب كبير على الكهرباء واذا الدو... اذا كهرباء لبنان ما معها مصاري ساعتها التغذيه بدها تنزل لتقريبا 10 ساعات او 11 ساعه بالنهار برات بيروت عم نحكي الضربة القاضية هي مع وصول الطلب الكهربائي صيفا إلى 3400 ميجاوات فيما المتوافر 2150 ميجاوات الذوق زائد المحركات العكسية 343 ميجاوات الجي زائد المحركات العكسية 168 ميجاوات الحريشة 43 الزهراني 434 ميجاوات دير عمار 304 إنتاج مائي 34 ميجاوات والبواخر التركية 400 ميجاوات مظبوط اليوم عندنا نقص 1100 ميجاوات بس نحن اليوم إذا ما قادرين نجيب فيول لنمشي المعامل اللي عندنا لشو بدي أعمل معامل جديدة أول شغلة بدنا نعملها هي تظبيط التسعيرة لازم نسمح لكهرباء لبنان تبيع بالسعر اللي بغطي لها كلفتها ومش نقدر نعمل هيك لازم نحسن الجيبية وفي معلومات الام تي ان مؤسسه كهرباء لبنان وفي اطار خطه الطوارئ لتامين طاقه اضافيه صيفا طلبت من شركه كارادينيز امكانيه رفع الانتاج عبر البواخر 230 ميجا وات من اجل رفع التغذيه ساعتين اضافيتين ونصف علما ان البواخر تؤمن اصلا اربع ساعات فيصبح المجموع ست ساعات ونصف وتشير المصادر إلى أن كارادينيز بدأت العمل على تأمين المستلزمات الضرورية للإنتاج الإضافي وهذا الإجراء سوف ينجز قبل نهاية الشهر الجاري وتاتي خطوه مؤسسه الكهرباء بعد التمديد ثلاث سنوات للبواخر استنادا الى دراسه وزير الطاقه التي رفعها الى الحكومه والتي لاحظت ان الانتاج عبر البواخر هو الادنى كلفه وادنى ب 20% من استجرار الطاقه من سوريا. الى ذلك علم ايضا ان هناك مجموعات انتاج تعمل مؤسسه الكهرباء على تجهيزها لوضعها على الشبكه اضف الى 120 ميجاوات من معملاي سور وبعلبك. واذا نجحت هذه الخطه قد يشهد اللبنانيون بعض الانفراجات. والا فالعتمه بالانتظار مع استمرار الدوران في حلقه ازمه الكهرباء التي لم تنتهي منذ 28 عاما